مستر دي كاستيلا هيبدأ النهارده بعبد الواحد السيد في حراسة المرمى، محمود فتح الله وعمرو عادل واحمد مجدي في القلب الدفاعي، على الطرف اليمين حازم امام وعلى الطرف الشمال صبري رحيل، اثنين هافات ديفندر في نص الملعب احمد عبد الرؤوف واحمد المرغني، والمثلث الهجوم الزملكاوي علاء علي عبد الحليم علي وشريف اشرف. تشكيلة فريق طلائع الجيش اللي بيرتدي النهارده القميص الاصفر والشورت الاسود، بيمثلوا النهارده غريب حافظ في حراس المرمى، احمد ابو مصطفى وليد اصلان ومحمود عبد الحميد ثلاثي في القلب الدفاعي، على الطرفين احمد عبد الله وعرفه عباس، واثنين في نص الملعب عامر صبري وممدوح عبد الحي، والمثلث الهجومي محسن هنداوي وبابا اركو وصلاح امين. هنتابع مع حضراتكم احداث هذا اللقاء اللي بالفعل بنلعب في الدقيقه الاولى من عمر هذا اللقاء. معانا النهارده الوحده 11 والمخرجه ايناس عثمان، بنتمنى لها التوفيق وتقدم لنا صوره ممتعه نستمتع بها بهذا اللقاء، لقاء الزمالك وطلائع الجيش، واحده من اللقاءات دائما السريه في بطوله الدوري الممتاز. نادي الزمالك لازال محتفظ بالتشكيله اللي خاض بيها اخر ثلاث لقاءات، فوز على انبي كان مهم جدا جدا في الجوله 21، ثم هزيمه ولكن اداء كان اكثر من رائع امام حرس الحدود وتاخره وهزيمته بنتيجه 1-2. طلائع الجيش عرف اخيرا طعم الاستقرار بعد ما قدر ان هو يفوز على الاتحاد السكندري في لقاء كان مباغت ومفاجاه للجميع بعد فوز كبير لطلائع الجيش على الاتحاد 4-1، وكان قبليها تعادل مع غزل المحله 0-0. الكابتن فاروق جعفر خلى طلائع الجيش شكل تاني وطعم تاني في الدور الثاني لبطوله الدوري الممتاز. عرفه عباس بيستلم وبيعمل على طول تمريره في اتجاه عامر صبري. نتابع النهارده اللقاء ونتمنى ان مجموعه اللعيبه اللي داخل البساط الاخضر تقدم لنا مباراه طيبه، كره قدم حقيقيه فيها سرعه ورغبه وطموح. صبري رحيل يلعب على طول الكره الاماميه ولكن مضغوط على عبد الحليم علي من محمود عبد الحميد، يطلع الكره الى خارج الملعب علشان تبقى تماس. خلاص بدا العد التنازلي لبطوله الدوري الممتاز. صبر رحيل عدى بالمهاره وياخد ايه ادى حكم اللقاء ياسر محمود اللي بيساعده كل من ايمن حسن وخالد حمزه في هذا اللقاء، ادى تماس لمصلحه الطلائع. حكم الرابع النهارده الكابتن سيد شلبي، نتمنى ايضا التوفيق لطاقم التحكيم، عنصر مهم جدا جدا في سلامة وحفاظ على هدوء اللاعبين داخل البساط. ادي بابا اركو لعيب خطير، وادي تسديدة ولكن بعيدة عن القائم الايسر، محاولات من بابا اركو هداف الدوري الممتاز صاحب ال 25 سنة الغاني برصيد 11 هدف. تحضير من نادي الزمالك، حازم خد ثقة كبيرة، احدث الفارق لما نزل في لقاء الحرس. علاء علي بيغير اتجاهاته، علاء بيحطها في اتجاه احمد عبد الرؤوف، نادي الزمالك بيحاول ان هو يحضر هجمه منضبطه، ادي ضغط على طول واستخلاص لمصلحه الطلائع. بابا اركو على طول في نص الملعب عند محسن هنداوي، محسن هنداوي بمنتهى الروح الرياضيه في التحام اللي فات دوت احمد عبد الرؤوف واقع، ونشوف اللقطه خد يعني كده سن الحذاء في القدم اليسرى لاحمد عبد الرؤوف. سلامات يا احمد، واحد من اللعيبه الشبان اللي بيعتمد عليهم نادي الزمالك. النهارده في تشكيله نادي الزمالك هنلاقي عبد الحليم علي ومحمود فتح الله يعتبر، وعبد الواحد السيد هم ثلاثي الخبره في تشكيله نادي الزمالك، هم اللي عندهم تمرس وهم اللي عندهم خبرات من مواسم سابقه مع نادي الزمالك. فريق طلائع الجيش من الفرق المنضبطة اللي بتحافظ على القوام الأساسي لهذا الفريق، ولكن كان تعرض لهزة شديدة جدا جدا في بداية الموسم، علشان كده جه الكابتن فاروق جعفر وضع بعض الضوابط وأعاد مرة أخرى الدافع والطموح لدى لاعبي الطلائع. وصلوا للنقطة 29 وفي المركز الثامن، بينما الزمالك 27 نقطة، علشان كده لقاء النهاردة مهم للغايه والثلاث نقاط مهمه جدا جدا. احمد مجدي في مركز الظهير الحر، كره
الاماميه، استلام على طول ودوران من احمد عبد الرؤوف، يسلم لعلاء هو صانع الالعاب، هو اللي بيجي دايما من تحت. ادي الهات وخد بالكعب كده، ولكن تتقطع من عبد الحليم. عامر صبري الشقيق الاصغر لعبد الستار صبري، بيغيب النهارده عبد الستار للاصابه. هات وخد حلوه في الجانب الشمال عند احمد عبد الله، ولكن ضغط زملكاوي على طول واستخلاص. ادي الشباب، ولكن محسن هنداوي عنده خبره، بيلعب كرة في قلب الملعب على طول في اتجاه ممدوح. ممدوح يوصلها في اتجاه عرفة عباس، عدى بالمهارة عرفة وفتح لنفسه مساحة وعايز يلعب التمريرة. لعب فعلا لعامر، تحضير منظم من فريق الطلائع. ادي الامامية لعامر، والامامية في اتجاه صلاح امين، ولكن بيحافظ عليها وفي منتهى الخطورة. في منتهى الخطورة، مفيش ترابط في اللقطة اللي فاتت ديت. زقها على طول صلاح امين من قدام احمد مجدي. ادي صلاح امين بيدفع بيه النهارده الكابتن فاروق جعفر بجوار بابا اركو. عبد الواحد السيد النهارده هو اللي بيبدا. كان في كلام ربما احتمال مشاركه عبد المنصف لارهاق عبد الواحد، ولكن عبد الواحد بيظهر في تشكيله الاساسيه لنادي الزمالك في هذا اللقاء. اول خمس دقائق مرت، لازال التعادل سلبي قائم. بابا اركو بيغير اتجاهاته، ولكن عليه ضغط ثنائي واستخلاص على طول من لاعبي نادي الزمالك. المرغني يسلم لعلاء علي، ترقيصه حلوه على الرجل الثابته، فتح مساحه حلوه في نص الملعب وتقدم، ولكن مشي بكره ازيد من اللازم، مشي بكره ازيد من اللازم، واشاره باستمرار اللعب من حكم اللقاء ياسر محمود. احمد ابو مصطفى ايضا حبوب الجراءه والشجاعه، تقدم واخترق، ولكن مشي بكره ازيد من اللازم. كرة أمامية مقطوعة المرة دي من أصلان، وادي محاولة تسديد من عبد الحليم علي، لقاها حلوة متهيئة كده، عاملة تنطيقة على الأرض، حب ياخدها فيرست تايم ولكن أعلى من اللازم. ممدوح عبد الحي يلعب على طول لمحسن هنداوي، ادى إضافة، مفيش كلام في انتقالات يناير لطلائع الجيش بعد ما انتقل من غزل المحلة إلى الطلائع. شريف اشرف اخر الاهداف الزملكاويه كانت عن طريق راسيه شريف اشرف. ادي ترقيصه حلوه من على طول صبري رحيل، ويلعب واحده على القائم الثاني فيها قوه، ولكن ما تلاقيش المتابعه، متاخر حازم. كره مقطوعه على طول لاحمد المرغني، بيسلم على طول احمد لحازم، يرجع مره ثانيه لعبد الرؤوف، عبد الرؤوف يحطها للمرغني ولكن اطول من اللازم، يقطع على طول هنداوي على مهله هنداوي علشان ينقل فريق الطلائع النقله الهجوميه. ادي التحرك من صلاح امين، تحرك صلاح وعايز يربط مع مابا اركو، ولكن على طول في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره، بيطلع كده احمد مجدي وضغط عليه محسن هنداوي، ولكن بتخبط في محسن وتمر بجوار القائم الايسر لعبد الواحد السيد. ادي بص شوف في الاعاده مره ثانيه، كور بتبقى مؤثره جدا جدا لانها غير متوقعه. محمود فتح الله يسلم على طول لاحمد مجدي، يفتح الجبهه اليمنى عند عمرو عادل، ثلاثي القلب الدفاعي لنادي الزمالك في هذا اللقاء. علاء بيستلم علاء ويعدل اتجاهات، ولكن هيفكر في المسانده من جديد على عبد الواحد السيد. طبعا دكتور محمود سعد ومستر دي كاستال والكابتن سامي الشيشيني بالنسبه لنادي الزمالك، و كابتن فاروق جعفر والكابتن غانم سلطان والكابتن احمد الكاس، كل مدير فني عارف كل مفردات الفريق المنافس، ولا سيما ان الكابتن فاروق جعفر ابن من ابناء نادي الزمالك واحد نجومه الكبار. كره اماميه، صلاح امين يلمس ولكن المتابعه مش موجوده، على طول هيسيبها علشان يستفيد احمد مجدي وياخد رمي التماس. بنلعب في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، لازال التعادل السلبي قائم. صفارة وضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الزمالك، بينزل لتحت كتير شريف علشان يعمل الكنترول. أدي فتح الله، أحمد المرغني هو اللي استجاب لطلب فتح الله إن حد يقرب. ادي الكرة الأمامية في اتجاه شريف، يلحق المرغني مرة تانية ويسلم لمحمود فتح الله. كرة أمامية قطع حلو عبد الحليم، ولكن التمريرة الأمامية مقطوعة من عبد الحليم.
لسه اخر 30 متر لا زالت مستعصيه على مهاجمي الفريقين حتى الان. ادي عبد الواحد احمد عبد الرؤوف، تمريره على الارض مش سهله ومقروءه لشريف اشرف، منتظر التحرك لحازم امام. ادي حازم في الجبهه اليمنى، حازم تقدم ولا احمد عبد الرؤوف، بيعمل اوفرلاب مع حازم امام، هو اللي بيكمل مع حازم احمد. صبري رحيل يرجع مرة تانية، ورجع كل فريق طلائع الجيش كله تقريبا في نص ملعبه، رقابة مان تو مان. ادي الكرة الامامية، عامر صبري هيسيبها لاحمد ابو مصطفى الظهير الحر لفريق الطلائع. ادي صلاح امين عايز يعمل محطة كده لممدوح ولكن مقطوعة، وادي التكملة مرة تانية من عمرو عادل يخلصها حلوة حلوة في مساحة لحازم امام. تقدم حازم ووصل لمكان مؤثر وعنده النشاط، وادي التقدم وادي المرور وادي العرضيه، وفين جول 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 لمصلحه نادي الزمالك، عدت من الكل ووقفت تحت رجل شريف اشرف مع صاحب اخر اهداف نادي الزمالك، يضع اولى اهداف نادي الزمالك. مشاهدينا الكرام، في احداث هذا اللقاء في الدقيقة 10 من عمر هذا اللقاء، ادي حازم امام اللي بقول لحضراتكم خد ثقة وكان عنصر فعال في لقاء حرس الحدود، يعدي ويلعب كورة على منطقة الخمسة متر ونص لشريف اشرف، رغم ضعافة ويعني سهولة الكورة اللي حطها شريف اشرف، ولكن حطها على عكس اتجاه كريم حافظ ليتقدم نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء. عدى حلو حازم وبص ورفع وسندها على طول لشريف اشرف اللي بيضع الهدف الاول ليه في هذا اللقاء، ليتقدم نادي الزمالك مشاهدينا الكرام بهدف مقابل لا شيء. هدف في الدقيقه 10 هيفتح كل الاحتمالات وهيخلينا نشوف سيناريو جديد غير اللي كان مرسوم في الدقائق العشر الاولانيه. ادي كوره ولخبطه كده في دفاع نادي الزمالك، ولكن على طول بيحل ويريح كل المسائل محمود فتح الله ويطلع الكرة الى خارج الملعب علشان تبقى تمام. هدف مبكر لمصلحة نادي الزمالك يتقدم عن طريق شريف اشرف. ادي مرة تانية عرفة بيحطها في منتهى الخطورة لمحسن هنداوي، ولكن على طول زحلقة معاه من احمد عبد الرؤوف، يطلع الكرة الى خارج الملعب علشان تبقى ركنية. مش هيسقط طلائع الجيش زي ما بقول لحضراتكم. خلاص قدم نادي الزمالك، ودلوقتي كل الفرق بتلعب على النقاط، واحد زي اتنين زي ثلاثة. ادي اتنفذت الركنية، ولكن على طول عمرو عادل بيشيل من القلب، عامر صبري بيحاول يحطها مرة تانية في منطقة مؤثرة، ولكن دفاع نادي الزمالك يطل. شريف اشرف عمل كنترول رائع ولكن التمريرة وحشة. احمد ابو مصطفى على طول يرد كرة امامية يطلع فتح الله، شريف اشرف يردها مرة تانية ليه صلاح امين، الكرات كلها مشتركه. ادي الكنترول من احمد عبد الله، حطها على الارض حلو احمد، وادي التمريره الاماميه في اتجاه محسن هنداوي، هو اللي بيلعب كراس مثلث ورا صلاح امين وبابا اركو. ادي الكره العرضيه في منتهى الخطوره، ولكن عمرو عادل على طول بيعمل التاكلينج كده ويطلع الكره اللي فاتت. بدا فريق طلائع الجيش يدخل في اجواء هذا اللقاء. ادي على طول عامر، ولكن المرة دي مقفول عليه من احمد عبد الرؤوف. علاء علي يسلم على طول لصبري رحيل، ابتدى يهدي اللعب نادي الزمالك. المرغني يلعب واحدة امامية في اتجاه عبد الحليم، بيحافظ على كورته عبد الحليم ويرجع يطلب المساندة من صبري، هات وخد، ولكن قصيرة يكمل فيها صبري. وادي المساحة، وادي عنصر الشباب اللي عامل ازعاج للفريق الطلائع، وادي كرة مرة تانية وبتريحة حلوة، تريحة حلوة ولكن من القلب على طول دفاع الطلائع بيشيل ويطلع. لقاء سريع، أنا أريد وأنت تريد، وادي محاولة مرور ولكن في اوبستراكشن واعتراض كده من أحمد عبد الله على حكم اللقاء كابتن ياسر محمود. هنشوف المراوغة، فعلا في إعاقة، ضربة حرة بيحتسبها ياسر محمود حكم اللقاء لمصلحة نادي الزمالك من مكان مميز وخطير. لسه واقع حازم إمام، نادي الزمالك عنده على الطرفين اثنين لعيبة شباب صغيرين في السن، حازم إمام في الجبهة اليمنى وصبري رحيل لاعب مصر المقاصة اللي انتقل في يناير إلى مصلحة نادي الزمالك، انتقالات الويندو.
ادي الكابتن فاروق جعفر طبعا اتبدلت الاحوال بالنسبه له بعد ما تقدم شريف اشرف بهدف لمصلحه نادي الزمالك في الدقيقه 10 من عمر هذا اللقاء. ادي اللقطه شايفين حضراتكم الشباب عدى كويس ورفع واحده وعدت ووصلت لشريف اشرف ورغم انه شاط الارض كده ولكن راحت عكس اتجاه الحركه لغريب حافظ. علاء علي هينفذ الضربه الحره المباشره لمصلحه نادي الزمالك كره تقريبا على بعد 23 24 متر هنشوف هتتنفذ ازاي. علاء على طول بيحطها في اتجاه المرمى ولكن اعلى من المرمى وتخرج الكره علشان تبقى ركله مرمى. ادي كره علاء اعلى وبجوار القائم الايسر لغريب حافظ. تتلعب الكره في نص الملعب ادي المتابعه موجوده من علاء يسند على حازم امام. عبد الحليم بيحاول ان هو يدي الاستحواذ لنادي الزمالك وبيحاول ان هو يستخلصها واستخلصها بالفعل. والله الدهن في العتاء يا عبد الحليم بيعمل مجهود كبير رغم انه اكبر لاعبي نادي الزمالك سنا داخل البساط الاخضر. ادي كوره مره ثانيه اماميه ولكن مقفوله وفي دفع من صبر رحيل لمصلحه عرف عباس على طول بتنفذ الضربه الحره المباشره. كرة أمامية فتح الله سابق واخد الخطوة من بدري ويطلع الكرة إلى خارج الملعب علشان تبقى تماس. عرف عباس على طول بينفذ التماس يطلع المرغني ولكن فريق الطلايع بيستفيد ويتوغل في نص ملعب نادي الزمالك. بابا أركو موقف صعب ما يقدرش يحله بالمهارة الفردية وفتح الله ياخد تماس لمصلحة نادي الزمالك. في اتجاه احمد المرغني دخل لقلب الملعب. عبد الحليم يطلع على طول لعبد الرؤوف. احمد عبد الرؤوف يرجع لحازم. حازم يفتح اللعب على طول في الجبهه اليمين. علاء علي بيلعب واحده عرضيه حلوه في القلب ولكن ما حدش قطع من مهاجمي نادي الزمالك. كور بتبقى خادعه كده محطوطه وادي علامه الاجاده بيديها شريف اشرف لعلاء علي. حطها حلو في مكان خطير ولكن ما حدش قطع لا عبد الحليم ولا شريف اشرف. استلام حلو من احمد عبد الرؤوف والكره الاماميه اطول من اللازم اتحرك لها متاخر شويه شريف اشرف والتمريره كان فيها قوه. ادي الكابتن فاروق تعليمات في المنطقه الفنيه. فرقته اتاخرت بهدف في اول 10 دقائق الوقت الصعب من اللقاء اللي الفرقه بتبقى محتاجه انها تقف على رجليها لحظات الاولى. احمد ابو مصطفى بيظبط الايقاع ويلعب كره اماميه على طول في اتجاه بابا اركو ولكن فتح الله مقرب. عامر لممدوح عبد الحي يفتح اللعب عند عرفه عباس في الجانب اليمين منتظر المسانده عرفه يلعب على طول عند ممدوح. تحضير من فريق الجيش. احمد عبد الله عايز يعمل التمريره ولكن مقريه. ادي على طول سرعه الانتقال من الدفاع للهجوم من نادي الزمالك ولكن استعجل في الباص هيطلع على طول غريب حافظ. تقدم حلو علاء علي ولكن حط واحده ثرو باص كده اطول من اللازم. صلاح امين يعمل كنترول ويرجع مره ثانيه عند احمد عبد الله لعامر صبري لاحمد عبد الله. ابتدى فريق طلائع يلعب على الاطراف. ادي صلاح امين حرك صلاح ودخل لمكان مؤثر وبيعدي من واحد والتاني ولكن التمريره على طول مشتركه. ادي العرضيه يشيل فتح الله. تفرق كتير ما فيش كلام. العرضيه لمين؟ حازم بص ولعب عرضيه حلوه متقنه في اتجاه شريف اشرف استثمرها نادي الزمالك واحرز الهدف الاول في احداث هذا اللقاء. ادي عرضيات من عرفه وعرضيات من احمد عبد الله ولكن حتى الان مش لحد. واقع لاعب من فريق طلائع الجيش اعتقد ان هو وليد اصلان. سلامات. هل كان في التحام ولا حاجه ولا سقط لوحده كده وليد اصلان؟ النهارده اللقاء بيقام في توقيت الساعه 5
نظرا لان الفريق اللي هيقابله ان شاء الله غدا النادي الاهلي في البطولة الافريقية فريق التنزاني هيعمل التدريبة الاساسية على نفس الملعب اللي هيقام عليه لقاء الغد ان شاء الله الساعة 7. علشان كده الزمالك لعب الساعة 5. ادي دي كاستال السويسري هو والدكتور محمود سعد ابتدوا يضعوا تشكيلة معظم عناصرها من الشباب ومن المجموعة اللي ابتدت تاخد خبرات بكتر المشاركة وتحسنت النتائج. سلامات لوليد أصلان، هل عنده ضيق في التنفس؟ شايف التلج، كيس التلج كده، محاولة ان هم يرجعوه مرة اخرى ريفريش كده يرجع مرة تانية، حالة من الاستشفاء السريع. ادي عبد الواحد السيد، ابتدت الاضواء تركز على عبد الواحد السيد بعد ما اثير حول إمكانية إيقاف عصام الحضري ومستقبل المنتخب الوطني المصري في التصفيات المقبلة في كأس العالم اللي هتبدأ في نهاية أحداث هذا الشهر شهر مارس بلقاء زامبيا على نفس الاستاد على استاد القاهرة الدولي. هنبدأ مع حضراتكم مرة أخرى اللقاء. وصلنا للدقيقة 21 ولازال النتيجة تقدم نادي الزمالك بهدف شريف أشرف في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول. علاء علي بينور في مكان صعب، علاء هيرجع يطلب المساندة على طول في نص الملعب من أحمد عبد الرؤوف لأحمد المرغني. صبري رحيل فتح تمريرة حلوة لنفسه لفتح الله، فتح الله بيسند مرة تانية الرحيل، أدي على طول العرضية ولكن المرة دي من القلب على طول بيطلع محمود عبد الحميد. محاولات من كلا الفريقين، الفرصة الأولى المؤكدة تقدم بها نادي الزمالك عن طريق شريف أشرف تتنفذ على طول الركنية. ادي رأسية على طول من فتح الله ولكن اعلى من المرمى، اعلى من المرمى. ثلاث اهداف لمحمود فتح الله على رأس قائمة الهدافين لنادي الزمالك، ولكن المرة دي الرأسية اعلى من اللازم. شريف أشرف النهاردة وضع هدف. احمد مجدي يلعب على طول في اتجاه المرغني، المرغني على طول في اتجاه فتح الله، المرغني مرة تانية. كل ده نادي الزمالك بيحضر. شريف أشرف بيلحق وفي إشارة باستمرار اللعب، ما تتخرجتش، وادي التقدم على طول في الجبهة اليسرى، وادي العرضية ولكن بيطير غريب حافظ، بيطير غريب حافظ ويقطع قبل شريف أشرف. حتى الآن الظهير الايمن والظهير الايسر لنادي الزمالك بيوصلوا الى مناطق مؤثره وبيلعبوا كرات عرضيه في منتهى الخطوره على دفاع الطلايع. صبري رحيل يحط على طول كره في نص الملعب عند المرغني، الاماميه في اتجاه شريف اشرف تتقطع. عامر صبري لسه دوره هو ممدوح عبد الحي مظهر بقوه بيقطع على طول شريف ولكن بترجع عند عرفة عباس. عد عرفة، مباراة ثنائية ما بين عرفة عباس وصبري رحيل، وفي الجانب الآخر أحمد عبد الله وحازم إمام واقع لاعب مرة تانية من فريق الطلايع. ودي الكرة العرضية الحلوة اللي عملها صبري رحيل ولكن تألق فيها غريب حافظ، كان توقيته أكثر من رائع. أدي الكابتن أحمد الكاس واحد من نجوم كرة القدم المصرية واقع. سلامات يا وليد أصلان، لا الواقعة الثانية كده مش طبيعية، اعتقد ان في اعياء واضح على وليد اصلان لانه لعيب قوي بيلعب كاحد المساكين لفريق طلائع الجيش، واحد من اللعيبه الاقوياء. يبقى اعتقد ان في اعياء واضح اثر وبان كده مع الدقائق الاولى او مع اول 23 دقيقه في عمر هذا اللقاء. سلامات لوليد ان شاء الله نطمئن عليه من الجهاز الطبي المعاون لفريق طلائع الجيش. واعتقد ان الكابتن فاروق جعفر كده هيلجا لاول تغيير اضطراري في احداث هذا اللقاء. تغيير بدري قوي غير متوقع وفرقته متاخره بهدف، اعتقد كان كل تفكيراته هجوميه. ادي جماهير نادي الزمالك اللي زحفت في كل مكان وكل الاستادات ورا نادي الزمالك رغم النتائج اللي كانت كلها نتائج سيئة، إلا إن كان في مؤثرة كبيرة جدا جدا من جماهير نادي الزمالك.
ولا سيما في اللقاء السابق في استاد المكس بالاسكندريه. يستحق جمهور نادي الزمالك الاشاده خلال هذا الموسم نظرا للمجهود الكبير اللي قدموه لمسانده فرقتهم رغم النتائج المتواضعه. تتنفذ رميه التماس، كره كده بيستلمها محسن هنداوي، وادي انطلاقه من صبر رحيل ولكن بيخرج الى خارج الملعب علشان تبقى تماس. ممدوح عبد الحي بيلعب كره اماميه لسه ما شفناش خطوره بابا اركو ولا صلاح امين. متاخر قوي محسن هنداوي. هينزل ياسين عبد العال وبالطبع هيخرج وليد اصلان، واعتقد ان الكابتن فاروق جعفر هيعمل تغيير تكتيكي داخل الملعب. اعتقد هيرجع عامر صبري علشان يلعب كاحد المساكين وهيتقدم ياسين عبد العال في نص الملعب. هنشوف على ارض الواقع وداخل البساط الاخضر الكابتن فاروق جعفر هيعيد توزيع اوراقه ازاي بعد التغيير الاضطراري بخروج وليد اصلان. عرف عباس بيسلم كرة على الارض على طول لياسين عبد العال في اول لقطة ليه في احداث هذا اللقاء بعد ما خد اذن الدخول عن طريق وليد اصلان. بياخد ضربة حرة مباشرة من ابناء اسيوط ياسين عبد العال، واحد من اللاعبين المهرة. نشوف احمد عبد الله مميز في التسديدات، هل هيسدد ولا هيسقط واحده داخل ال 18؟ نشوف ونتابع. كره قريبه واحمد عبد الله على طول بيحطها على ايمن القريب، ولكن عمرو عادل بيعمل ارتقاء ويطلع، ودي لمسه من عامر صبري ولكن بعيده تماما عن القائم الايسر. ادي عامر كان متقدم في الضربه الحره المباشره اللي فاتت. عبد الواحد السيد بيهدي اللعب وينتظر تقدم زمايله في نص ملعب الطلايع. ادي اللمسه الراسيه والمتابعه من علاء، عمل جهد كبير وسبرنت طيب للغايه، قدر ان هو يوصل للكوره. وادي العرضيه الحلوه، ادي العرضيه الحلوه ولكن تحرك ايجابي من غريب حافظ، عمل جهد طيب. علاء علي لعيب مميز ما فيش كلام. صفاره وضربه حره مباشره لمصلحة طلائع الجيش بتنفذ على طول. وادي عامر صبري اللي اخر نفسه علشان يلعب بجوار محمود عبد الحميد، ومن وراهم احمد ابو مصطفى. بابا اركو استلام بفنت حلو دخل لقلب الملعب وعدل نفسه، وادي محاولة للتسديد من محسن هنداوي ولكن ما تملاش في وش رجله، تعدي الكرة على طول الى خارج الملعب علشان تبقى ركلة مرمى. ادي ياسين عبد العال. عبد الواحد السيد بيشاور لزمايله علشان يتقدموا اعتمادا على الكره العاليه اللي هتتلعب في نص الملعب. ادي عبد الحليم بيحاول يعمل محطه في الكرات العاليه وبيلتحم مره اخرى، ولكن ممدوح عبد الحي في خبره خدها في المساحه الخاليه. صلاح امين يسند على طول لمحسن هنداوي. ادي المثلث الهجوم لطلائع الجيش، وادي الكره الاماميه ولكن صلاح امين ياخدها وعايز يفتح لنفسه زاويه للتسديد، ولكن المره دي فتح الله ينزل على الارض ويقطع، ولسه بيضغط محسن هنداوي وياسين عبد العال، ولكن صبر رحيل بيخلص الكره ويسلم لعلاء علي. ادي علاء بيحطها اماميه تتقطع، لقاء سريع. الكره داخل البساط الاخضر وكل فرقه بتحاول تستغل المساحات الخاليه تعمل هجمات مرتده سريعه. ادي حازم امام هيتقدم حازم وعايز يعدي، بقول لحضراتكم عنده الجرأة. حازم قفل عليه احمد ابو مصطفى المرة دي ولكن بيقع حازم، وفي صفارة بيدي ايه الركنية، بالفعل بيدي ركنية. نشوف الاعادة مرة ثانية مع المخرجة النهاردة ايناس عثمان، ادى ركنية بالفعل. اللقطة طبعا بتتكلم وواضحة تماما، واحنا من جانبنا دايما ما بنعقبش على قرارات التحكيم. عندنا نجومنا في الاستوديو. تتنفذ على طول الركنيه، احمد ابو مصطفى على طول قافل القايم القريب
ويطلع ادي الاماميه عايز يعمل عليها كنترول بابا اركو ولكن بتعدي منه. عبد الواحد السيد يسلم على طول في اتجاه احمد مجدي. وصلنا للدقيقه 30 لازالت النتيجه تقدم الزمالك بهدف شريف اشرف في الدقيقه 10. ادي شريف استلم المره دي استلام اطول من اللازم يعمل خطا مع عرف عباس. ادي الدفع ادي الدفع من ايد شريف اشرف. احمد عبد الله هات وخد هو وممدوح عبد الحي بيغير اتجاهاته دخل بعرض الملعب ولكن بيقع على الارض وياخد ضربه حره مباشره. هذه الإعاقة من المرغني. بابا أركو اللاعب الغاني يفتح على طول عند أحمد عبد الله. ممدوح عبد الحي كل ده فريق طلائع الجيش بيحاول يوجد ثغرة في دفاع نادي الزمالك اللي ارتد كله في ال 30 متر الأخيرة. أدي محاولة للحل الفردي والانطلاق من الجانب الشمال عن طريق ياسين عبد العال ولكن عليه ضغط ثنائي ولا محسن هنداوي. محسن هنداوي هو اللي حب يحل فردي في اللقطة اللي فاتت ولكن على طول بيضغط عليه حازم إمام. يطلع الكرة إلى خارج الملعب. أدي مرة ثانية ضغط الزملكاوي وبيسيب الكرة عمرو عادل علشان نادي الزمالك يستفيد وياخد ركلة مرمى. بنلعب في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول. على مهله عبد الواحد. عبد الحليم علي يسلم على طول كرة في اتجاه المرغني، المرغني يسلم لعلاء علي، علاء وممدوح عبد الحي، ممدوح عبد الحي المرة دي يحط جسمه ويقطع الكرة ويعمل هات وخد ويبدأ هجمة جديدة لمصلحة طلائع الجيش ولكن ضغط الزملكاوي على طول من المرغني يستخلص الكرة. ادي المرغني يطلب المساندة من احمد عبد الرؤوف ولكن دخل عليه كان في التحام قوي من ياسين ولكن في اشارة باستمرار اللعب. ادي الهجمة المستمرة وادي الانطلاقة على طول لمصلحة نادي الزمالك هترجع مرة ثانية. حازم حازم المرة دي بيطلع الكرة إلى خارج الملعب وفي كارت لياسين عبد العال. يبقى الكابتن ياسر محمود ساب الهجمة تستمر وما وقفش الكرة ولكن مع أول توقف وأول خروج للكرة إدى ياسين عبد العال كارت أصفر. التحم التحام قوي جدا جدا مع أحمد المرغني. الكارت الأول للاعب البديل ياسين عبد العال. بنستأنف مرة أخرى وفريق طلائع الجيش بأخلاق الفرسان زي ما تعودنا في كل ملاعبنا الرياضية بيطلع الكرة إلى خارج الملعب علشان تبقى من نصيب نادي الزمالك. تلعب على طول رمية التماس. ضربة حرة لمصلحة نادي الزمالك هدي اللقاء. كان بادي بداية حماسية وفي انطلاقات وسرعات على الأطراف. أدي محاولة مرة تانية من علاء علي اللي بيهرب على أطراف الملعب المرة دي بياخد ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الزمالك. المساعد الثاني خالد حمزة في دفع واضح في ظهر علاء علي. نشوف ونتابع في اللقطة مرة تانية. أدي الدفعة واضحة تماما قدام حضراتكم ضربة حرة مباشرة أفضل من الراية الركنية. ادي خالد المساعد الثاني في هذا اللقاء بيقوم بواجبات مركزه. علاء بينفذ على طول الضربه الحره وادي الانطلاقه ولكن على طول ارتقاء عالي جدا من مدافع الطلائع يطلعوا الكوره وادي عوده من مصاده التسلل علشان تبقى في رايه وصفاره ضربه حره غير مباشره لمصلحه الطلائع. لسه القدرات الهجوميه لفريق الطلائع ما وضحتش لينا من خلال الاداء رغم وجود عناصر فعاله زي بابا اركو وصلاح امين ومحسن هنداوي وانضم ليهم ياسين عبد العال لكن دفاع نادي الزمالك ولاعبي نص الملعب ما زالوا قريبين. تقدم محمود فتح الله
ويغير اتجاهه ويطلب المسانده مره ثانيه على المرغاني. ادي المرغاني بيغير اتجاه اللعب عند عمرو عادل، قدامه مساحه ممكن يزيد عمرو، ولكن بيلعب على طول تمريره مقطوعه، استعجل عمرو كان ممكن يزيد. احمد ابو مصطفى لمحسن هنداوي بيدور يدي لمين، لعب واحده مشتركه لبابا اركو يحطها في نص الملعب، ولكن قافل زي ما بقول لحضراتكم لاعبي نادي الزمالك قافلين نص الملعب، احمد عبد الرؤوف واحمد المرغني بالاضافه لعلاء، وعلى الاطراف صابر رحيل وحازم امام. محمود فتح الله يلعب كرة أمامية، التفويتة المرة دي ما تلاقيش المتابعة. أدي شريف أشرف بيحاول إن هو يضغط على عامر صبري علشان يغلطه، ولكن عامر بيلعب كرة أمامية. أحمد عبد الرؤوف ضاغط هو والمرغني حتى الآن في نص الملعب، علشان كده هما اللي ظاهرين وهما اللي باينين في نص الملعب. تقدم أحمد مجدي عمل هات وخد، وأدي كرة من عمرو. عمرو عادل عايز يعمل واحده تشيبنج كده تشيبنج باس، ولكن تتقطع. ادي التقدم من هنداوي، ولكن ارتد على طول لاعبي نادي الزمالك وفي صفاره. في صفاره ضربه حره مباشره، هنشوف الكوره مره ثانيه. ادي صبر رحيل وخطا محتسب على صبر رحيل، ضربه حره مباشره لمصلحه هنداوي. احرز ثلاث اهداف هنداوي في لقاء واحد بسيناريو واحد في لقاء المقاولون العرب، حط ثلاث ضربات حره مباشره، الثلاثه كلهم اهداف في مباراه واحده كانت مباراه المقاولون العرب. هنداوي عايز يعدي هنداوي، ولكن مكان صعب جدا، وراجع معاه عبد الحليم علي بيعمل جهد عبد الحليم. ممدوح عبد الحي يلعب كرة، وادي صلاح امين بيحاول يستخلصها، وادي تسديدة من بابا اركو، ولكن بترتد من مدافع نادي الزمالك، وبابا اركو كده بيطالب بركلة جزاء. كرة كده عمل لها بلوك دفاع نادي الزمالك، هنشوفها في الاعادة مرة تانية. ادي التسديدة وبتخبط فعلا في جسم محمود فتح الله، وبيطالب بابا اركو بركلة جزاء. ادي كرة مرة تانية، وبيشيل على طول احمد مجدي الكره ويطلعها الى خارج الملعب. محاولات من فريق طلائع الجيش، ولكن حتى الان بدون انياب او بدون خطوره حقيقيه على مرمى عبد الواحد السيد. ادي المحاوله مره ثانيه من احمد عبد الله، بيحاول يدخل الى قلب منطقه ال 18، كلها محاولات فرديه حتى الان. الكره الاماميه مقطوعه من ممدوح عبد الحي، وادي الانطلاقه الاماميه من عند طريق محسن هنداوي، ولكن العرضيه وحشه، ما زالت العرضيات وحشه، مقطوعه على طول من اقرب نقطه. احمد المرغني يستلم وياخد ضربه حره مباشره، ضربه حره مباشره، فاول تكتيكي كده بيعمله ممدوح عبد الحي علشان يفسد هجمه نادي الزمالك المرتده السريعه. رجع كل لاعبي فريق الطلائع، وادي دي كاستان حتى الان متقدم بهدف. ادي عدى حلو عبد الحليم، وشريف بيهيئها حلو علاء، وعلاء بيركن بباطن القدم عايز يحطها على الزاويه اليمين لغريب حافظ، ولكن ما بتعديش. ولكن نادي الزمالك بيقدر يوصل، ولما بيوصل على الاطراف اللعيب اللي بيبقى على طرف الملعب بيرفع عينه ويلعب كره عرضيه لزميل، علشان كده بتبقى مؤثره وخطيره. لسه فريق الطلايع احيانا بيوصل من على الاطراف، ولكن العرضيه بتبقى غير مؤثره على الاطلاق. احمد عبد الرؤوف تقدم احمد، وصل الى منطقه خطيره، ولكن ارتداد دفاعي. ادي الاستخلاص من عبد الحليم، وبيلعب واحده قويه عبد الحليم المره دي عايز يغالط كده غريب حافظ ويحط تسديده قويه في الزاويه الشمال، الزاويه القريبه. بص شوف عبد الحليم رفع عينه وغالط غريب كده وعايز يسددها في اتجاه المرمى مره واحده، ولكن في الشبكه بالبر. وصلنا للدقيقه 40 مشاهدينا الكرام، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، لازالت النتيجه تقدم الزمالك بهدف شريف اشرف في الدقيقه 10 في لقاء الزمالك والطلائع في الجوله 23.
عمرو عادل يرجع لاحمد مجدي، عدى احمد مجدي ولكن المرغني على طول بيلحقه ويسلم لاحمد عبد الرؤوف. المره دي ضغط عليه بدون اخطاء، وادي محسن الهنداوي، محسن تقدم وعايز يسدد، غير اتجاهات وادي التسديده ولكن فين بعيده تماما عن المرمى. رايح محسن واخد القرار عايز يسدد، علشان كده عمل فنتات وفتح لنفسه زاويه للتسديد، ولكن التسديده بالقدم اليسرى بعيده تماما. ادي الضغطه من محسن هنداوي دون الا اخطاء واشاره باستمرار اللعب. لازم اللاعب يلعب مع صفاره الحكم. ادي الكابتن فاروق توجيهات وتعليمات، عايز يستفيد ما فيش شك من كل هجمه وكل انطلاق، خصوصا بعد ما تاخر بهدف. محسن هنداوي يعمل كنترول ولكن عايز يعدي ويرقص، ياخد المره دي نادي الزمالك ضربه حره مباشره. ايضا في مباراه ثنائيه في نص الملعب هتبقى ما بين احمد عبد الرؤوف ومحسن هنداوي. محمود على طول بيلعب كره اماميه في اتجاه بابا اركو. بابا اركو يرجع مره ثانيه عند احمد ابو مصطفى علشان فريق الطلائع يحضر هجمه منضبطه، هجمه منظمه من الخط الخلفي، ولكن بتاخد وقت طويل جدا. بيرجع كل لاعبي نادي الزمالك في نص ملعبهم. ادي الكره المشتركه وياسين عبد العالم المره دي بيقع على الارض، ولكن في اشاره مره اخرى باستمرار اللعب. علاء تقدم المرغني ويغير اتجاه اللعب عند صبري رحيل، صبري وعرفه عباس، عدى المره دي من عرفه ودخل لمكان مؤثر جدا، وادي في اعاقه وصفاره وضربه حره مباشره احتسبها ياسر محمود من خارج منطقه ال 18، دخل في ظهر عرفه عباس، وادي الدفع على طول من ممدوح عبد الحي. عملوه كده بلغه الكره سندوتش ما بينهم هما الاثنين. ادي ممدوح عبد الحي والتحام قوي جدا جدا ولكن من خارج منطقه ال 18، وقرار موفق من ياسر محمود قبل المنطقه. ادي الاعاده من اكثر من زاويه بتوضح، والكره دايما دايما بألف كلمه. ما بين شريف اشرف وفتح الله، الاثنين بيتكلموا عايزين يربطوا مع بعض في الضربه الحره المباشره. وفي الجانب الاخر غريب حافظ بيكلم لاعبته علشان يعملوا حائط بشري، كره قريبه جدا جدا من مرمى غريب حافظ، يا دوب بسنتيمترات خارج الخط. على فكره لو الاعاقه على الخط تحتسب داخل منطقه ال 18، لان الخط جزء اصيل من المنطقه. شريف اشرف بيلعب على طول واحده في اتجاه المرمى ولكن بترتد من الحائط البشري، وقع لاعب من فريق الطلايع ياسين. سلامات ياسين عبد العال، تصدى للكوره اللي فاتت ديت، هنشوفها مره ثانيه، خدها كده في بطنه فعلا. والله ده محسن هنداوي، محسن هنداوي، الاثنين اصحاب بشره سمراء، ولكن في الإعادة وضحت لنا إن هو محسن هنداوي. أدي رابطة مشجعي نادي الزمالك، تشجيع وتهليل وفرحة، فرقتهم النهاردة لأول مرة منذ فترة بعيدة جدا جدا أعتقد منذ لقاء اتحاد الشرطة، بيتقدم نادي الزمالك كده في الدقايق الأولى من عمر الشوط الأول. يمكن آخر فوز لنادي الزمالك كان على إنبي في الجولة 21، كان الهدف جه في أحداث الشوط الثاني عن طريق هاني سعيد، ولكن لقطة الهدف الأول كانت في الدقيقة 10. هذه اللقطة المضيئة اللي تقدم بها نادي الزمالك حتى الآن في أحداث هذا اللقاء. هزيمة نادي الزمالك في الجولة الماضية، إلا إن خرجت جماهير نادي الزمالك كلها سعيدة بالروح وبالأداء، وإنها حست إن فرقتها كفت علشان تصل إلى هدف التعادل أمام فرقة كبيرة زي فريق الحرس. ولكن التوفيق وعدم التوفيق. أدي هجمة لمصلحة الطلايع ولكن بترجع على طول عند صبري رحيل. أحمد عبد الرؤوف بيسلم على طول لعبد الحليم علي، بيحطها في مساحة ويخلي حازم امام يعمل اسبرنت هو واحمد عبد الله، ولكن المره دي التفوق من نصيب عبد الله. ممدوح عبد الحي
يسلم على طول لمحسن هنداوي، هنداوي لبابا اركو، لعيب مزعج وخطير ولكن حتى الان مكبل بالقيود، ما جاتلوش كور من نص الملعب ولا من على اطراف. وهنلعب 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، اشار عنهم السيد شلبي الحكم الرابع. 3 دقائق هنوصل للدقيقة 48 في الشوط الأول. عرف عباس، أحمد أبو مصطفى، ارتد كل لاعبي نادي الزمالك باستثناء شريف أشرف، كله في نص ملعبه. أدي الأمامية في اتجاه أحمد عبد الله، عايز يخلصها أحمد ويسلم مرة تانية في اتجاه ياسين ولا محسن. محسن هنداوي عايز يلعب العرضية ولا بيستفيد محسن هنداوي وياخد ركنية. ركنية لمصلحة طلائع الجيش. محسن هنداوي هينفذ الضربة الركنية لطلائع الجيش، نفذت على طول على القائم الثاني ولكن بيشيل من القلب فتح الله. وادي المتابعة من علاء، خدها حلو علاء، والتمريرة الأمامية على طول بيكمل عليها شريف أشرف ويحطها أمامية في اتجاه المرغني المتقدم، ولكن أحمد أبو مصطفى على طول يلعب بمبدأ الأمان. وضع فرقته مش مظبوط، كانوا كلهم بيهاجموا للأمام علشان كده بيطلع الكرة إلى خارج الملعب. تماس، تماس اتنفس ولكن كان في لمسة يد. ممدوح عبد الحي لعرف عباس، دخل لقلب الملعب عرف عباس لممدوح عبد الحي، مره ثانيه تتلخبط الكره كده ما بين رجليه ويضغط شريف اشرف ويستخلص الكره. ادي الهجمات المرتده اللي ممكن تعمل خطوره، ولكن المره دي على طول يسيبها مدافع فريق الطلائع لغريب حافظ. عبد الحليم عايز يسيطر على الكره ولكن بتهرب منه وتوصل على طول عند هنداوي. هنداوي بيلعب عرضيه على الايمن القريب، وادي بابا اركو، بابا اركو كده عايز يخطف من على الايمن القريب ولكن ما تمشيش معاه وما تلبسش كده في باطن القدم. خطا وفي ضربه حره مباشره على احمد المرغني، واعتقد ان احمد المرغني هياخد الكارت الثاني في احداث هذا اللقاء. وبالفعل الكارت الثاني في احداث هذا اللقاء، كان في كارت اول لياسين ودي الكارت الثاني هيبقى من نصيب احمد المرغني لاعب نادي الزمالك. بنلعب في النص دقيقه الاخيره من الوقت المحتسب بدل ضائع في احداث الشوط الاول في لقاء الزمالك وطلائع الجيش، لقاء الجوله رقم 23. ادي محسن هنداوي بيسقط واحده، وادي الراسيه حلوه فين؟ فين؟ في منتهى الخطورة. بقول لحضراتكم هداف الدوري الممتاز صاحب ال 25 سنة اللاعب الغاني بابا اركو، حط كرة راسية عايز يحطها على شمال عبد الواحد السيد اللي اكتفى فقط بالمشاهدة لأنها على عكس اتجاه الحركة لعبد الواحد السيد، ولكن التوفيق وعدم التوفيق علشان كده اللقطة بتيجي على طول عكس. 40 دقيقة فيه بتقدم نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء. أحرز الهدف شريف أشرف في الدقيقة 10 من عمر هذا اللقاء، وموعدنا الآن مع أحداث الشوط الثاني وال 45 دقيقة الحاسمة الفاصلة في هذا اللقاء. هنشوف ونتابع مع حضراتكم إيه التعليمات من الكابتن فاروق جعفر ومستر دي كاستال في أحداث الشوط الثاني. مفيش كلام، الكابتن فاروق جعفر هيسعى بقوة نحو إدراك هدف التعادل بالنسبة للطلايع، بينما مستر دي كاستال هنشوف هل هيبحث عن تأكيد هذا الهدف ولا هيحافظ على الهدف اللي تقدم به. أدي كرة رأسية وجول، كرة رأسية وجول. بقول لحضراتكم لسه في بداية أحداث الشوط الثاني إن كابتن فاروق جعفر أكيد هيسعى إلى إدراك التعادل، وأدي صلاح أمين ما كملناش الدقيقة الأولى من ال 45 دقيقة الثانية أو الدقيقة 47 من عمر اللقاء، بيضع رأسية على يسار عبد الواحد السيد اللي بيفشل في التعامل معاها لتتعدل النتيجة مشاهدينا، ويصبح التعادل الإيجابي هو سيد الموقف في بداية الشوط الثاني للقاء.
1-1 وصلاح امين بيضع الهدف الثالث الشخصي ليه والهدف الاول لفريق طلائع الجيش في احداث هذا اللقاء لتصبح النتيجه 1-1. هي نتيجه لقاء الزمالك والطلائع في لقائهم في الاسبوع 23. راية وصفارة وضربة حرة غير مباشرة نتيجة التسلل. هذه رجال القوات المسلحة سعيدة ما فيش كلام بالهدف اللي أحرزه صلاح أمين في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، الدقيقة 46 من عمر اللقاء. بيعود مرة أخرى ولكن جماهير نادي الزمالك لازالت بتحاول إنها تشحن مرة أخرى همم لاعبي نادي الزمالك من اجل الوصول مره اخرى الى هدف التقدم في احداث هذا اللقاء. ما زالت الدقائق الاولى من عمر اللقاء دقائق مؤثره جدا. ياسين عبد العال تقدم وابتدى يبقى في مساحات، احمد عبد الله استلام وادي التسديده وبتقع من عبد الواحد، بتقع من عبد الواحد وبتلاقي المتابعه الجيده من احمد مجدي. كرات وفرص خطيرة كده من فريق طلائع الجيش اللي بادي احداث الشوط الثاني بداية مختلفة تماما عن الشوط الاول. صبري رحيل يلعب كرة امامية ترجع لاحمد المرغني على طول بيغير اتجاه اللعب عند عمرو عادل. عبد الحليم بيستلم عبد الحليم وبيحافظ على الكرة تحت ضغط وادي صفارة وإعاقة لحازم إمام. ضربة حرة مباشرة بتتنفذ على طول. علاء هات وخد مع أحمد عبد الرؤوف لعلاء مرة تانية بيستلم تحت ضغط وياخد ضربة حرة مباشرة. نزل حسام عبد العال تبديل تاني. أدي حسام عبد العال مع بداية أحداث الشوط الثاني. الكابتن فاروق جعفر دفع بحسام عبد العال كتبديل تاني. اعتقد مكان عرفه عباس. تبديلات الكابتن فاروق جعفر بيصاحبها ايضا تغيير في مراكز اللاعبين. ادي الضربه الحره بتتنفذ وادي الراسيه حلوه. ادي الراسيه حلوه مخطوفه كده من عمرو عادل ولكن اعلى من المرمى. عمل ارتقاء حلو واتعملت له العرضيه حلوه. ادي الارتقاء ولكن خدها من تحت لفوق تعلى عن المقص الشمال لغريب حافظ وتخرج الكره علشان تبقى ركله مرمى لمصلحه الطلائع. بنلعب في الدقيقه 50 من عمر اللقاء واصبحت النتيجه التعادل الايجابي 1-1. احمد ابو مصطفى يلعب على طول لحسام اللاعب البديل مع بدايه احداث الشوط الثاني. ممدوح عبد الحي هيلعب بجوار ممدوح عبد الحي علشان يظبط نص الملعب. ومحسن هنداوي هو اللي هيروح كظهير ايمن. وادي ياسين عبد العال اللي هياخد مكان محسن في الشوط الاول. وادي كوره ولكن في لمسه يد واعتقد ان صلاح امين هياخد كارت، هو الكارت الثالث في احداث هذا اللقاء. ادي الكرة لعبها بايده واضحة تماما قدام حضراتكم في الاعادة. النهاردة المخرجة ايناس عثمان مخرجة وحيدة متفردة على مستوى الشرق الاوسط في نقل المباريات الرياضية، بنتمنى لها التوفيق. ضربة حرة مباشرة بيعافر في الوقاوح كده في الكرة عبد الحليم علي ولكن بخبرته واخد عامر صبري في ظهره وياخد ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الزمالك. المرة دي تقريبا على بعد 31-32 متر. وغريب حافظ وشريف اشرف بيركز واخد تعليمات بالتسديد من مسافات. هنشوف هتتنفذ ازاي. وشريف على طول بيحط واحدة حلوة جدا. جول جميل جدا تسديدة لا تصد ولا ترد. تسديدة وتنفيذ امثل وعناق يتكرر لثاني مرة في احداث هذا اللقاء ما بين اللاعب الشاب الموهوب شريف اشرف بيحط جول ملوش حل
جون حلو حلو حلو. بص شوف شريف اشرف بيحط واحده جميله جدا جدا من على بعد تقريبا 31 متر، كره لا تصد ولا ترد ليتقدم مره اخرى مشاهدينا الكرام. وادي الفرحه، ادي الفرحه الكبيره جدا جدا لجماهير نادي الزمالك، عادت مره اخرى الى التقدم بعد اقل من 5 دقائق من هدف التعادل اللي احرزه صلاح امين. بيعود مره اخرى شريف اشرف ويضع الهدف الثاني لمصلحه نادي الزمالك والهدف الشخصي الثاني ليه علشان يرفع رصيده من الاهداف الى الهدف رقم 4 ويتصدر قائمة هدافي لاعبي نادي الزمالك. بدأت المكنة تطلع قماش مع الاعتذار كده للأستاذ فؤاد المهندس. بالفعل شريف أشرف بدأت العجلة تدور معاه وبدأت رجليه تعرف سكة المرمى. أدي كورتين بهدفين، واحد في الشوط الأول والثاني في الدقيقة 51 من عمر هذا اللقاء، علشان تصبح النتيجة تقدم الزمالك مرة أخرى على فريق الطلايع 2-1. لقاء الدور الأول كان انتهى لمصلحة الطلايع بهدف نظيف دون رد، علشان كده الزمالك بيسعى في هذا اللقاء من أجل رد الاعتبار. أدي جملة وهات وخد بتوصل على طول عند صلاح أمين، ولكن بيفقد الكنترول على نفسه كده ما بيقدرش يسيطر. أدي سامي شيشيني بيمسك كل لعيب للمن بتاعه، خصوصا الثلاثي اللي في القلب الدفاعي لنادي الزمالك، بيطلب منهم الرقابة خصوصا بابا أركو وصلاح أمين. كانت كل أهداف لاعبي نادي الزمالك دائما من الخط الخلفي. ابتدى شريف أشرف يعرف ويكتشف مرة أخرى لغة الأهداف. احمد المرغني يلعب على طول تمريره حلوه من علاء في اتجاه حازم، وحازم بيلعب واحده عرضيه في منتهى الخطوره. وادي الكوره، ادي الكوره، كان هيغلط احمد ابو مصطفى، ولكن لحسن حظه يا دوب الكوره بتتهادى بجوار القائم الايسر علشان تخرج وتبقى ركنيه. لقاء حلو في احداث الشوط الثاني، علشان كده جماهير نادي الزمالك لازالت بتتفاعل مع لاعبي نادي الزمالك داخل البساط. وادي الركنيه مره ثانيه ولكن متشاله من على الايم القريب. ممدوح عبد الحي هيبدا هجمه على طول عند في الجانب اليمين عند محسن هنداوي اللي بيلعب في احداث الشوط الثاني كظهير ايمن بعد خروج عرف عباس، دخل على قلب الملعب. وادي كوره في منتهى الخطوره وهو اركو، ولكن رايه وصفاره هجمه في منتهى السرعه عباره عن 3 نقلات. وصل على طول بابا اركو للمرمى ورايد جمال حمزه او خالد حمزه المساعد الثاني، بتشير تسلل على بابا اركو في الكره اللي فاتت. كل المواقف المعلقه ديت ان شاء الله هنشوفها في الاستوديو التحليلي، استاد استوديو كابتن طاهر ابو زيد وضيوفه كابتن عصام عبد المنعم والكابتن الشاذلي، بيحللوا لنا كل اللقاء فريم فريم. هنتابع معاهم بعد نهاية أحداث هذا اللقاء. لقاء في الشوط الثاني بادي مثير، أدي انطلاقة مرة ثانية والمرة دي في جذب من الخلف، وأعتقد في ضربة حرة مباشرة. بالفعل في ضربة حرة مباشرة. أدي ياسين عبد العال، كان متقدم المرة دي ياسين عبد العال في المكان الجديد بعد ما راح محسن هنداوي كظهير أيمن، بيلعب تحت الاثنين روس حربة ياسين عبد العال، ورجع محسن هنداوي بيلعب كظهير ايمن. ضربة حرة مباشرة من على بعد تقريبا 25-26 متر. محسن هنداوي ايضا مميز في تنفيذ الكرات الثابتة. ادي الكابتن غانم والكابتن احمد الكاس منتظرين تنفيذ جيد من محسن هنداوي. محسن هنداوي بيحط تسديده ولكن على طول بترتد كده من احمد المرغني، والمتابعه موجوده بيمسكها بثبات عبد الواحد السيد، ويبدا هجمه عن طريق عبد الحليم. عدى حلو عبد الحليم، وادي الشد والجذب من عامر صبري، واعتقد في كارت بالفعل لعامر صبري، ولا هيكتفي حكم اللقاء الكابتن ياسر محمود، اكتفى فقط بالتحذير الشفوي رغم ان الصورة واضحة تماما قدامنا في الاعادة.
عدى عبد الحليم وخد المدافع في ظهره تماما، وكان في شد وجذب. وادي عبد الحليم بيتكلم كده مع ياسر محمود بيطالبه بالكارت، ولكن اكتفى باحتساب الخطا فقط. ياسر محمود حكم اللقاء. تتنفذ على طول الضربة الحرة المرة دي من فتح الله. حسام عبد العال بيرجع في اتجاه مرماه علشان كده اتصعبت عليه، خلصها على طول لاعبي نادي الزمالك. وادي شريف اشرف عايز ياخدها ويخش داخل المنطقة ولكن بيقع على الارض. ياسين ليه بابا اركو عايز يسيبها في اتجاه محسن هنداوي ولكن تتقطع. كرة أمامية لمصلحة نادي الزمالك من الجبهة اليسرى. علاء علي مميز، علاء يرجع عند أحمد عبد الرؤوف. أحمد المرغني تغيير اتجاه للعب من أقصى اليسار لأقصى اليمين عند حازم إمام. حازم عايز ياخد أحمد عبد الله على رجله الثابتة، المرة دي تتقطع. وادي الهجمة المرتدة الخطيرة السريعة عن طريق أحمد عبد الله. أدي أحمد عبد الله بيلعبها وبيعمل هات وخدوا لبابا أركو. احمد عبد الله يجري مره ثانيه بابا اركو، ولكن التسديده المره دي اتحرك لها حلو عبد الواحد السيد وقفل الزاويه القريبه. هجمات مرتده سريعه من فريق طلائع الجيش بيحاول ان هو يتحول دفاعيا من الدفاع للهجوم بمنتهى السرعه. عبد الحليم المره دي يستخلصها منه عامر، ولكن عبد الحليم يقطعها من قدامه. علاء منتظر المساند. علاء يرجع لصبري رحيل يلعب كرة عرضية على القائم الثاني، ولكن هيسيبها غريب حافظ علشان يستفيد نادي الزمالك، يستفيد نادي الطلائع عفوا، وياخد ركلة مرمى. تتنفذ ركلة المرمى. بابا اركو عمل محطة حلوة لياسين، وياسين بيحطها لصلاح امين ولكن عكس اتجاه الحركة. تعدي الكرة على طول وتوصل سهلة في اتجاه عبد الواحد السيد. لم يتعرض عبد الواحد حتى الان لاختبارات حقيقية. الكرة الصعبة الوحيدة مع بداية احداث الشوط الثاني هزت شباكه. غريب حافظ يسلم على طول لمحمود، لمحسن هنداوي، لمحمود مرة تانية. ادي تمريرة على الارض ولكن مقطوع على طول من احمد المرغني. احمد المرغني بياخد ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الزمالك. دوري السنة دي دوري مختلف، شكل جديد، نتائج جديدة، ما تقدرش تتوقع مين يكسب ومين يخسر. كل لقاء على حدة بيمثل مرحلة مختلفة عن سابقها بالنسبة لأي فرقة، علشان كده بنشوف فرق كبيرة جدا جدا بتقدم مباريات عظيمة وتفوز بالثلاث نقاط ثم تتلقى هزيمة في الأسبوع اللي وراه على طول. تتلعب الضربة الحرة، وأحمد أبو مصطفى كالمعتاد قافل دايما القايم القريب يطلع على طول. محمود فتح الله هيستفيد وياخد تماس لنادي الزمالك. تتلعب على طول رمية التماس. المرغني بيستلم على طول وبيعدل اتجاهاته ويفتح اللعب عند حازم امام. حازم امام على طول لعلاء علي، متحرك علاء عايز يعدي من حسام عبد العال، مقرب له في كل مكان. يرجع مرة تانية لأحمد عبد الرؤوف. عمرو عادل نادي الزمالك بيحاول يستفيد من مساحات الملعب. عبد الواحد على طول يلعب كرة أمامية، واحمد ابو مصطفى بيرد. المرغني يرد على احمد ابو مصطفى مره تانية اللي بيسيبها في اتجاه غريب حافظ علشان يبدا فريق الطلائع هجمه منظمه. احمد عبد الله يرجع لاحمد ابو مصطفى. ممدوح عبد الحي منتظر التحرك من عامر صبري علشان يزيد في المساحة ويسلم لمحسن هنداوي. هنداوي عايز يمر من صبري رحيل، يلعب واحدة أمامية في اتجاه ياسين عبد العال. استلم ياسين وعايز يلعب العرضية، ولكن العرضية على طول أقرب لها فتح الله.
يشيل على طول فتح الله من لمسة واحدة إلى خارج الملعب علشان تبقى تماس. رجع مرة تانية فريق طلائع الجيش يكثف محاولاته ويبحث من جديد عن هدف التعادل بعد ما تقدم مرة تانية شريف أشرف لمصلحة نادي الزمالك بهدف رائع من ضربة حرة مباشرة. تتنفذ على طول رمية التماس، مساحات ضيقة ولكن هنداوي يحط جسمه وياخد تماس مرة تانية. ركنية لمصلحة طلائع الجيش اللي قدر ان هو يستفيد من رميتين تماس وياخد ركنية من الجبهة اليمنى. هيتقدم باكثر من لاعب، وادي هنداوي المرة دي بيلعب، وادي القلشة ولكن على طول بيشيل فتح الله، وادي كرة مرة تانية فيها متابعة ولكن مقطوعة. ممكن الهجمة المرتدة السريعة لنادي الزمالك تعمل خطورة. ادي التقدم والتحرك على طول والمراوغة من شريف، عدى واحد والتاني ولسه منتظر التحرك من زمايله. حازم امام يلعب واحدة المرة دي لعبد الحليم، يفوت عبد الحليم وادي الجول، ادي الجول التالت. عبد الحليم علي، عبد الحليم علي، والله زمان والله زمان عبد الحليم علي يعيد امجاد الماضي القريب ويسجل لنادي الزمالك. مشاهدينا الكرام في الدقيقة 18 وسع لنفسه وبلغة الهداف والقائم اليمين بيتعاطف مع خبرة عبد الحليم علي ويضع الهدف الثالث لمصلحة نادي الزمالك علشان يذهب نادي الزمالك بعيدا مشاهدينا الكرام بنتيجة اللقاء حتى الدقيقة 17 او 18 من عمر الشوط الثاني. فرحة طبعا كبيرة جدا جدا لجماهير نادي الزمالك اللي صبرت على هؤلاء الناشئين والشباب لغاية لما حصل بينهم انسجام وتفاهم وترابط وابتدى نادي الزمالك يبني الثمار، وحتى الآن متقدم على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-1. عبد الحليم علي بيضع الهدف الثالث لمصلحة نادي الزمالك والهدف الثاني الشخصي ليه في بطولة الدوري الممتاز. عبد الحليم علي كان واحد من كبار الهدافين في الدوري المصري، بيسجل النهارده ثاني اهدافه فقط مع نادي الزمالك. انطلاقه واحمد عبد الله وهتصبح في شراسه هجوميه بالنسبه لطلائع الجيش بعد ما تاخروا بفارق هدفين عن نادي الزمالك. اصبحت المهمه طبعا صعبه. ادي صلاح امين والتدخل من الخلف من احمد مجدي، عايز طبعا صلاح امين عايز ركله جزاء ولكن ياسر محمود حكم اللقاء اشار باستمرار اللعب وهو على بعد خطوات قليله. هناك مقوله دايما بتقول الاعمال العظيمه لا تتم ابدا ابدا بقوه ولكن تتم بالصبر، وادي الصبر اللي صبره عبد الحليم على الكره الحلوه وعدل اتجاهه وبوش رجله اليمين على طول بيحطها في القائم اليمين، بترتد على طول الكره الى داخل الشباك علشان يتقدم نادي الزمالك مشاهدينا بنتيجه 3-1 حتى الان. فرحه في المدرجات. وادي دودزي هيبقى التبديل الثالث، يا ترى هيكون على حساب صلاح امين ولا هيكون على حساب مين؟ هنشوف فكر الكابتن فاروق جعفر. كل تبديلاته بيصحبها تغيير وتبديل لمراكز ومهام اللاعبين داخل الملعب. عنده اكثر من لاعب جوكر بيقدر يستفيد من توظيفهم في اكثر من مكان. لكن الهدف الثالث هدف عبد الحليم هيصعب المساله تماما تماما على فريق الطلايع. ادي ياسين عايز يلعب واحدة بينية ولكن ترجع مرة تانية. ياسين عبد العال في مكان مؤثر وابتدى خلاص فريق طلائع الجيش مفيش حاجة يبكي عليها، علشان كده هيبقى فيه شراسة وانطلاقات هجومية مكثفة من فريق الطلائع. ادي ياسين هيخرج بابا اركو هداف الدوري الممتاز برصيد 11 هدف. تغيير صعب بالنسبه لفريق طلائع الجيش، طبعا هو مش متوقع ابدا ابدا ان الكابتن فاروق
ممكن يبدله، ولكن كابتن فاروق شايف ان ما قدمش حاجة النهاردة بابا اركو رغم المحاولات اللي حاولها في احداث الشوط الاول. هينزل التجولي الفرنسي الجنسية دودزي اللي بدأ المشاركة مع النصف الثاني من بطولة الدوري الممتاز، رغم انه منضم منذ بداية الموسم، ولكن اول ما انضم لفريق الطلايع كان اتعرض لاصابة ولم يشارك الا مع بداية الراوند الثاني مع فريق الطلايع. عنده هدف هذا اللاعب دودزي. صفارة وضربة حرة مباشرة لمصلحة حسام، يسلم على طول لممدوح عبد الحي، يلعب كرة أمامية دودزي بيحطها في نص الملعب ولكن مشتركة. استلام حلو من أحمد عبد الرؤوف، استلم حلو ويمرر على طول لشريف أشرف. الهدفين فرقوا مع شريف وتقدم ومشي ووصل على حدود منطقة ال 18 ولكن استخلصها منه بكفاءة كبيرة محسن هنداوي. ياسين، مقطوعة من ياسين عبد العال. علاء علي، استلم علاء ومنتظر التحركات الأمامية من عبد الحليم، عايز يسدد المرة دي ولكن تسديدة سهلة جدا وضعيفة من علاء علي. تخرج الكرة علشان تبقى ركلة مرمى. تبديل لمصلحة نادي الزمالك، شيكابالا النجم اللي بتحبه جماهير الكرة المصرية ولا سيما جماهير نادي الزمالك، هينزل مكان شريف أشرف اللي النهاردة عاد مرة أخرى إلى ثقته في نفسه وإلى حالة من حالات الإبداع بعد ما أحرز الهدف الأول والثاني لمن نصيب نادي الزمالك. هينزل شيكابالا، واحد من اللعيبة المهارية جدا جدا. هنشوف دور شيكابالا هيكون ايه مع تشكيلة اللي موجودة لنادي الزمالك خلال هذا اللقاء. نازل في توقيت اكثر من رائع شيكابالا، في خطأ ولكن المرة دي مدي ياسر محمود حكم اللقاء رمي التماس، واقع لاعب نادي الزمالك على الارض في الكرة اللي فات. ياسين عبد العال لممدوح عبد الحي، بيمرر كرة مقطوعة على طول أحمد المرغني، الجندي المجهول في صفوف نادي الزمالك، عمل مشوار ولسه الشباب شغال، ولكن أحمد أبو مصطفى يحط رجله في توقيت أكثر من رائع ويشيل الكرة والغزوة العنترية اللي عملها أحمد المرغني. الشباب مهم والخبرة أيضا مطلوبة، والمدير الفني الكفء هو اللي بيقدر يعمل توليفة ناجحة ما بين الشباب والخبرة. ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الزمالك، وادي كرة احمد المرغني اللي وقع فيها بعد التحام احمد ابو مصطفى، التحام شرعي من وجهة نظري الشخصية. حسام يلعب كرة على طول في اتجاه دودزي، دودزي وعمر، دودزي وعمر عادل، يرجع على طول صبري رحيل يصطاد الكرة كده ويلعب واحدة امامية ما تلاقيش الا احمد ابو مصطفى. حسام بوش رجله الخارجي يفتح اللعب عند احمد عبد الله، احمد عبد الله يسلم لممدوح عبد الحي، فنتات وتمويهات من ممدوح عبد الحي، دخل لقلب الملعب، وادي التمريره الاماميه على طول في اتجاه صلاح، صلاح امين. حسام بيسقط كره في اتجاه دودزي ولكن احمد مجدي قافل كويس، يسلم على طول لعلاء علي، علاء علي بوش رجله الخارجي حلوه في الجبهه اليسرى. تقدم على طول من عبد الحليم، عبد الحليم بيدور على شيكابالا، عايزها في البعيده شيكابالا وعبد الحليم اداها له قريبه تتقطع. هنداوي على طول بيسلم لحسام، حسام بيسلم مره ثانيه واحده في اتجاه صلاح امين، بيعافر صلاح وبيعمل مجهود وبيلتحم مع واحد والتاني، ولكن على طول الكترة كده بتغلب الشجاعة، وأحمد مجدي بيطلع ولكن كرة بره تانية بترتد. حسام بيلعب كرة عرضية وحشة، لسه العرضيات غير متقنة من جانب فريق طلائع الجيش، وقع أحمد المرغني، وشايف ياسين عبد العال راح كده هو اللي بدأ يلعب كظهير أيمن، ودخل مرة تانية محسن هنداوي ورا صلاح أمين ودودزي. ادي الكرات اللي التحم فيها صلاح امين مع احمد المرغني واشار
حكم اللقاء باستمرار اللعب. نزل الجهاز الطبي للاطمئنان على احمد المرغني اللاعب الشاب اللي بيلعب في نص الملعب لمصلحة نادي الزمالك. اسماء جديدة في تشكيلة نادي الزمالك، وادي شريف اشرف لقطة فنية رائعة بقدمها لنا النهاردة شريف اشرف في الدقيقة 51 من عمر هذا اللقاء. وادي عناق واحضان كده ما بين دي كاستال وشريف اشرف. كرة أمامية ودي خطأ كده من عمرو، ولكن دوزي بيلتحم وفين ياسر مدي ركلة جزاء. ركلة جزاء تشعل اللقاء من جديد مشاهدينا الكرام. كرة أخطأ فيها تقديرها كده عمرو عادل، كمل وتابع فيها دوزي، طلع معاه عبد الواحد السيد، وياسر محمود حكم اللقاء بيدي ركلة جزاء لمصلحة طلائع الجيش. حوار ما بين ياسر محمود وكارت لعبد الواحد السيد، كارت اصفر. ادي اللقطة في الاعادة والحكم لحضراتكم. هل خد رجليه عبد الواحد السيد؟ هل عدى بالكورة؟ كل دوت اللقطة بالذات من الكاميرا اللي خلف المرمى موضحة تماما تماما التحام عبد الواحد السيد مع دوتزي، وركلة جزاء بيحتسبها حكم اللقاء ياسر محمود وشايف عامر صبري. 3-1 حتى الآن، وفرصة لفريق طلائع الجيش ان هو يزلل الفارق. كرة على بعد 11 متر، وعبد الواحد السيد واقف ما بين القائم والقائم 7 متر 32 سنتي، مسافة كبيرة. وعامر عنده فرصة كبيرة جدا ومتقدم عامر، وبيحط الهدف الثاني، الهدف الثاني لمصلحة طلائع الجيش، هدف يعيد اللقاء مرة أخرى إلى حالة الاشتعال الكروي. وآدي عامر صبري بيحط الكرة على شمال عبد الواحد السيد بينما اتجه إلى الزاوية اليمنى، حطها حلوة حلوة عامر صبري، فيها قوة وفيها فنت ومخادعة لعبد الواحد السيد علشان تصبح النتيجة مشاهدينا الكرام 3-2 لمصلحة نادي الزمالك. 5 أهداف حتى الآن، 3 لأصحاب الرداء الأبيض و2 لفريق طلائع الجيش. وبنلعب في الدقيقة 29 من عمر الشوط الثاني أو الدقيقة 74 من عمر اللقاء. أدي الكابتن فاروق جعفر، النتيجة قربت وكل شيء في كرة القدم ممكنة طالما في وقت. وادي دوتزي اللي نازل ونشيط، ولكن بيرجع على طول احمد المرغني يزق الكرة ويطلع الى خارج الملعب علشان تبقى ركنية. تبديلات من الكابتن فاروق جعفر اتت بسمارها مفيش كلام. محسن هنداوي هينفذ الضربة الركنية، تتلعب على طول على الايم القريب، يطلع احمد مجدي. ادي المتابعة من ممدوح عبد الحي، ولكن رجله بعيدة، رجله الثابتة بعيدة، علشان كده التسديدة طلعت ضعيفة للغاية. شيكابالا لسه ما ظهرش داخل البساط الأخضر بعد ما دفع بي دي كاستال كورقة أولى في تبديلات نادي الزمالك في هذا اللقاء. محسن هنداوي بيرد الكرة الأمامية اللي لعبها عبد الواحد. حسام يرجع بكرة مشتركة خطيرة يحطها على طول محمود لأحمد عبد الله. حسام يرجع في الخلف عند أحمد أبو مصطفى، دايما أحمد أبو مصطفى واخد كده 5 متر 6 متر ورا الاتنين مساكين، بيعمل عمق دفاعي. ياسين عبد العال بيغير اتجاهاته ياسين، ولكن في ضغط حقيقي من لاعبي نادي الزمالك. تماس لمصلحة الطلائع، طلائع الجيش. ووصلنا للدقيقة 75 أو 76 من عمر اللقاء. نتيجة بتشير عن تقدم نادي الزمالك 3-2 حتى الآن في لقاء الجولة رقم 23. أدي دوتزي بياخد وبيعمل استلام، ولكن في دفع من الخلف وضربة حرة مباشرة لمصلحة طلائع الجيش. أدي فتح الله، وواضح في دفعة في ظهر
دودزي. ضربة حرة مباشرة وكالمعتاد فريق طلائع الجيش هيلجأ إلى الكرات الثابتة علشان يعمل كثافة عددية داخل منطقة ال 18 لنادي الزمالك. محسن هنداوي مركز محسن على التنفيذ، هنشوف أفكار الكابتن فاروق جعفر إيه. أدي اتنفذت ولكن أعلى من اللازم، أعلى وأقوى من اللازم، بتعدي الكل وتخرج علشان تبقى ركلة مرمى. عبد الواحد السيد بيستفيد ويهدي اللعب ويلعب ركلة المرمى، كرة أمامية عالية في اتجاه عبد الحليم علي وعامر، ولكن بتسقط عند علاء، بيلعب واحدة بوش رجله الخارجي، المرة دي ما تمشيش معاه، تخرج إلى خارج الملعب. ممدوح عبد الحي يسلم على طول في اتجاه محسن هنداوي، خدها هنداوي ودخل لمكان مؤثر وخطير وعايز يتخلص من المان اللي معاه، ودي كرة في أقصى اليمين عند ياسين عبد العال اللي بيلعب كرة عرضية ولكن بيطلع بثبات عبد الواحد السيد. بيبدأ على طول عبد الواحد، شيكابالا لمسة السهل الممتنع، ادي شيكابالا نزل لنص الملعب علشان يبتدي يظهر ادواره. شيكابالا عايز يلعب كرة امامية ولكن اريها من بدري احمد عبد الله، يسيبها وياخد تماس لمصلحة طلائع الجيش. احمد ابو مصطفى يفتح على طول عند محمود عبد الحميد، محمود لممدوح عبد الحي، من اكثر اللعيبه مشاركه مع فريق طلائع الجيش ممدوح عبد الحي واحمد ابو مصطفى، هيكل في قوام اساسي لتشكيله فريق طلائع الجيش منذ ان ظهر في بطوله الدوري الممتاز الموسم السابق، كان افضل المواسم على الاطلاق بالنسبه لطلائع الجيش. علاء علي بيستلم علاء ويمرر على طول في اتجاه عبد الحليم، بيغير اتجاهاته عبد الحليم ويعمل المساندة على شيكابالا، شيكابالا على طول بيفتح اللعب في الجبهة اليسرى عند صبري رحيل، المرغني يرجع لأحمد عبد الرؤوف، نادي الزمالك ابتدى يسلم من رجل لرجل، عمرو عادل وأحمد مجدي هيرجع على طول للخلف عند عبد الواحد، استعجل عبد الواحد في منتهى الخطورة لفتح الله، وفتح الله على طول يلعبها كده ويسهديها لحسام عبد العال. دودزي يلعب واحدة على حدود ال 18 بينظف على طول فتح الله، يعلي مرة تانية أحمد أبو مصطفى في نص الملعب، علاء علاء وياسين بيخلصها على طول حسام إلى أحمد عبد الله، تقدم أحمد وبنلعب في الدقيقة 35 ودخلنا الى التوقيت الصعب من عمر اللقاء. ادي صلاح، صلاح عايز يعدي ويسدد ولكن على طول مقفول عليه من اكثر من لاعب، تتحول الكرة علشان تبقى ركنية، اصبح في سيطرة واستحواذ من نصيب فريق طلائع الجيش خلال الاربع او خمس دقايق اللي عدت، خصوصا بعد ما اضاف الهدف الثاني عامر صبري لفريق الطلائع. هنداوي على طول بيلعب الركنية، يشيل على طول عامر، عمرو عادل، احمد عبد الله، كره بالعرض وادي الدربكه ولكن على طول بيشيل دفاع نادي الزمالك، ادي الكره الاماميه في اتجاه علاء، علاء متقدم وقاطع معاه شيكابالا، وادي شيكابالا بيحطها وما فيش لا صفاره، وشيكابالا بيحط الجون الرابع، جول جميل جدا جدا جدا، وشيكابالا اخيرا اخيرا النهارده بيعود من جديد، بيعود من جديد ويولد من جديد نجوم نادي الزمالك، شيكابالا اخيرا بيظهر في الكادر اللي فات وبلعبه رائعه فنيه فيها عقل وفيها تفكير وفيها مهاره، يحطها اعلى من غريب حافظ كده يشيلها لحظه مقابله غريب حافظ ليه علشان يضع الهدف الرابع لنادي الزمالك في الدقيقه 36 من عمر الشوط الثاني، وتتصعب المسائل من جديد على فريق طلائع الجيش. 4-2
ست اهداف، مباراة عامرة بالاهداف من جانب النادي الزمالك ومن جانب طلائع الجيش، ولسه بنلعب في الدقيقة 36 وما زال فريق طلائع الجيش مش يائس ابدا. وادي تسديدة حلوة، ادي تسديدة حلوة ولكن بتمر بجوار القائم الايمن بعد ما سدد صلاح امين من على بعد تقريبا 33 متر. ادي عدى لنفسه وسع وحط حلوة، حط واحدة حلوة ولكن بتمر بجوار القائم الايمن ليه عبد الواحد السيد. 4-2 نتيجة كبيرة لنادي الزمالك بعد فترة من الصيام عن الثلاث نقاط، كان اخرهم امام انبي ولكن كان قبليها فترة عصيبة قبل الفوز اللي تحقق على انبي في الجولة 21. نادي الزمالك النهاردة اصبح في حماسة وروح واهداف وهو الاقرب حتى الان للثلاث نقاط. شيكابالا المرة دي تتقطع من قدامه ولكن ترجع مرة تانية في اتجاه صبر رحيل لشيكابالا. هدف هيرفع من معنويات شيكابالا مفيش كلام، وهو الهدف الشخصي الثاني لشيكابالا. ممدوح عبد الحي يخلص الكرة وعامل انطلاقة في نص ملعب نادي الزمالك. صلاح امين بيدور على المتابعة، عمل اوفرلاب هو وحسام عبد العال. حسام مضغوط عليه ضغط ثنائي وعلى طول حازم امام بيضغط ويطلع الكرة الى خارج الملعب علشان تبقى رمي التماس. لكن فريق طلائع الجيش فرقة لا يستهان بها ابدا ابدا على الاطلاق. ادي الكرة العرضية على القائم الثاني وقبل على طول دودزي بيطلع محمود فتح الله. علاء علي من اللعيبه اللي بتعمل دريبلنج بالكره بشكل جيد. ادي علاء عامل مشوار وعدى من واحد والتاني ودخل لمكان مؤثر وبيعدي الحلو، بيعدي حلو وفتح لنفسه زاويه رائعه بمجهود فردي كبير من نص الملعب. بيعمل مشوار، بقول لحضراتكم احد قدراته وامكاناته ان هو بيقدر يعمل دريبلنج حلو جدا، يعني بيمشي بالكوره بشكل جيد جدا ولكن التسديده كانت اعلى من المرمى. لسه الخبره تديله هدوء، لما يبقى في مواجهه المرمى يقدر يسدد بشكل افضل من كده، ولكن احد الخامات الطيبه جدا جدا اللي استفاد بيها نادي الزمالك خلال هذا الموسم. وادي علاء مره ثانيه يحط واحده حلوه في مساحة جميلة لشيكابالا. شيكا هل يحل فردي؟ دخل لقلب الملعب وعدى من الاول ولكن اتضغط عليه مرة تانية. ودي التسديدة حلوة، تسديدة حلوة ولكن ما تروحش في المكان اللي عايزه حازم امام. لقاء مفتوح. هجمة جديدة لمصلحة طلائع الجيش ودخلنا في الدقيقة 40 او الدقيقة 85 من عمر اللقاء. نتيجة 4-2. ادي صلاح امين من قبله على طول عمرو عادل يزق الكرة ويطلعها علشان تبقى ركنية. يحسب لفريق الطلائع ان هو لازال مركز في اللقاء حتى الان رغم التقدم المستمر من نادي الزمالك وزيادة الفارق. ادي على طول الركنية على الايم القريب بيطلع احمد مجدي، ولاعبي الطلائع كده بيكلموا حكم اللقاء ياسر محمود انها خبطت في ايده. محسن هنداوي لعبها المرة دي قصيرة على الارض، هات وخد هو ودودزي. ادي الكرة العرضية ترجع وتعدي مرة تانية من احمد عبد الله. المرغني من لمسة واحدة بينقل نادي الزمالك النقلة الهجومية ولكن ترجع مرة تانية لشيكابالا. قطعت في الأول ولكن مرة تانية حسام يدي الاستحواذ للطلايع. الهدف الرابع مفيش كلام، هدى المسائل بالنسبة لنادي الزمالك. صلاح عايز يعمل واحدة بينية ترتد الكرة مرة تانية لصلاح أمين. ممدوح عبد الحي بيلعب كرة على جانب الشمال يطلع على طول دفاع نادي الزمالك. هنداوي
عايز يصلح وعايز يسدد، ولكن مدافع نادي الزمالك مش مدين له. ادي واحده حلوه من ياسين، ولكن المره دي بقى عبد الواحد السيد على طول يطلع يعمل بلوك كده ويلتحم مع ياسين عبد العال اللي اتحرك احسن، مفيش احسن من كده من ورا ده صبر رحيل، ولكن على طول عبد الواحد السيد يعمل بلوك بقوه ويطلع يقطع الكره اللي فاتت. هجمات من فريق طلائع الجيش، ومحاوله كده منهم للتركيز من اجل الوصول الى الهدف الثالث، ولكن الالتحام اللي فات دوت واقع على اثره كده عبد الواحد السيد. سلامات يا عبد الواحد. جماهير نادي الزمالك مفيش كلام، سعيده بكل الاهداف. ادي الهدف، اللقطه الفنيه الحلوه اللي قدمها لنا شيكابالا، لقطه طبعا تدل على الموهبه وحسن التصرف، مش عايزه اكتر من كده الكوره. ادي عبد الواحد السيد اهتزت شباكه مرتين من ركله جزاء ومن راسيه صلاح امين، ولكن مستوى ثابت لعبد الواحد السيد يطمئن كل جماهير الكره المصريه. ادي لقطه الهدف الاول والمرور الايجابي من حازم امام اللي اهدى شريف اشرف البطاقه الاولى في هذا اللقاء، وادي راسيه صلاح امين وصعوبه الموقف على عبد الواحد السيد والتسديده الرائعه من شريف اشرف والهدف الثاني، ثم عبد الحليم علي كبير الهدافين بيظهر في هذا اللقاء وبيسجل الهدف الثالث، ثم عامر صبري والتنفيذ الامن.